الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة جهاز هنشغله كده ونشوف ايه. بصوا يا جماعة اهو تحياتي ليك يا ليلى. شكرا على بصوا يا جماعة صوت وحش وعليه شرشرة كل ده وايد. عايز يفتح بقى ونشوف في ايه. اه يا جماعة قلبنا كده الراديو وهنفك الاربع مسامير بتوع الظهر دول. مش عايزين يطلعوا في المغناطي اهم طلع يا جماعة. طبعا انا مغناط المفك فطلع المسامير. هنفكه بقى كده ونفتح ونقوم نشيل الاوكر ديك. ايوه اهي كده شيلنا الوش وعليها الاوكر كمان. طبعا يا جماعه عشان انا عارف وعندي خبره ايه سبب عطل الشوشره العاليه دي، او اما تيجي تعلي الصوت او اما تيجي توطي الصوت الصوت يبقى حلو يحلو الصوت، تيجي تعلي الصوت الصوت يبقى يعني يشوشر ويدي ويبقى وحش كده. طبعا السبب هنشوفه دلوقتي. هو ده اول ما تشوف الحاجات دي غيرها على طول. اهو يا جماعه فكينا المسمارين دولك وطلعت معانا البورده زي ما احنا شايفين. طبعا دي البطاريه، بطاريه 4 فولت بتتشحن عشان تشغل الجهاز عند رفع الكهرباء ال 220 منه او اضاءة الكشاف. هنفكها كده يا جماعة. ليها مسمارين او اتنين بيتثبتوا بيها زي ما احنا شايفين كده. دي بطارية زي ما قلنا بطارية قابلة للشحن 4 فولت. ودي اللي بنربطها وبنثبت بيها ايه اللي ايه البطاريه دي. زي ما احنا شايفين كده يبدو ان هي كانت مثلا متصلحه قبل كده او اتشالت قبل كده برضو ومتداس عليها اهو. هنحاول نفكها. طبعا بالخبره زي ما قلت يا جماعه اول متهم في الحكايه دي هو البطاريه. ودليل البطاريه يعني او الاشاره ان البطاريه لان هي جهد الكهرباء اللي بيشتغل عليها، اما بيكون جهدها كويس بتطلع الجهد بتاعها سليم للدوائر الراديو فالصوت بيطلع ناعم. اهو يا جماعه باينه كمان حتى عامل زي ما يكون فيها شرخ حاجه ضاربه زي ما احنا شايفين الخط ده اللي بالطول يعني يشير ان حصل لها حاجه. طبعا انا جبت واحده غير اهو 4 فولت اهو 8 من 10 امبير او 8 زي ما احنا شايفين كده. ادي الطرف ليها طرفين، طرف موجب وطرف سالب. نخلي بالنا لما نيجي نلحم الاسلاك بتاعتها ان لازم القطبية يا جماعة لان الطرفين دول طرف موجب وطرف سالب، لو عكست طبعا مش هتشحن ويمكن تضرب معانا كمان. زي ما قلت يا جماعة هي السبب الرئيسي في شوشرة في الأجهزة اللي بتشتغل بالفلاشة اللي هي طالعة دي للصين الجديدة، لأنها بتعتمد في تشغيلها على البطارية دي. الأجهزة دي بتعتمد في تشغيلها على البطارية. لو شلنا البطارية يا جماعة الجهاز مش هيشتغل، لأنها أساسا المسجلات دي بتشتغل على البورد على البطارية. بمعنى يعني في ناس تيجي تقول لي احنا مش عايزين بطارية عايزين نشيلها، طبعا ما ينفعش لان كده شغاله على البطاريه مش على ترانس مثلا او الجهد ال 220 ونطلع مثلا ال 3 فولت اللي هم بيشغلوه اللي بيشغلوا الجهاز. لا ده لازم يا جماعه جزء اساسي الراديو دوت لازم جزء اساسي البطاريه. طبعا انا بحاول الحم لكن السلك عليه تقريبا بلاستيك
طبعا انا مش متمكن قوي من عشان التصوير طبعا. وغير كده يا جماعه الاطراف بتاعتها معموله من الرصاص، فبقى في شويه صعوبه في اللحام شويه يعني. هتلاقي برضو لازم تتشال الحته دي وتتنظف، نشيلها كده وننظفها لانها تقريبا عليها يعني بلاستيك مواد منعه اللحام اهو كده يا جماعه. سنها ونحاول ايه نبرمها شويه كده عشان نلم الشعر بتاعها ونديها قصدير تاني. طبعا انا كنت حطيتها في الفلاكس او في مساعد اللحام. اصدرنا الطرف، طبعا الطرف هنا الموجب الابيض ده يا جماعه هو الموجب، يعني هنا عاملينه الموجب. في اجهزه تانيه بتبقى وفي الغالب بتبقى الاحمر. نثبت ايدينا شويه كده يا جماعه عشان تمسك في الايه في الرصاص. طبعا اهو برضو حطيت برضو عشان تلحم بمساعد اللحام اهو كده يا جماعه. نثبت ايدينا اهو تاني. كده مسكت السالب في السالب والموجب في الموجب، وزي ما احنا شايفين اهو محطوط عليها علامة زائد وعلامة ناقص. ونخلي بالنا من تركيب الاسلاك ديك، ما نحطش عكس القطبية، يعني الموجب في الموجب والسالب في السالب، والا البطارية هتفرقع. وجبنا الودان تاني وركبناها البطارية دي يا جماعة. انا جايبها بكام؟ بعشرين جنيه يا جماعة، والجملة بتاعتها سبعتاشر بسبعتاشر. وزي ما قلت كده قابلة للشحن، بتقبل الشحن مش اي بطارية. ونربط الودان ونخليها يا جماعة نربطها كويس ما تلقش. البطارية يا جماعة مهمة جدا ولها تأثير في أغلب الأعطال في هذه الأجهزة اللي طالعة الصيني اللي هي الكهرباء. فطبعا الكهرباء له دور رئيسي في تشغيل الدوائر، فطبعا البطارية هتأثر. يعني أول حاجة أي عطل خلي بالك من حكاية البطارية ديك، لأن هي بتساهم في أعطال كتيرة. هنرجع البورد يا جماعه كده وركب لها مسمارين، المسمارين التثبيت بتوعها. كده ركبناها، بنظبط بقى يا جماعه. ده المقاومه بتاع تغيير المحطات اللي عامله زي المكثف في الاجهزه القديمه. هنا عاملين مقاومه متغيره قيمتها حوالي 100 كيلو، فاحنا بنظبط في الوضع اللي هي تتحرك عندما حرك التروس اللي هي موجوده من اللي هي موجوده هي اللي هي تحت اللي هي بتاعت المؤشر اهو كده. ونحط الاكسين بتوعها بتوع الاوكرا دي اهو يا جماعه. ونشوف كده يا جماعه هيغير معانا، غير معانا اهو يا جماعه، يبقى ركبوا في مكانهم صح. ونرجع تاني نرجع الاوكر. طبعا انا شغال هنا بالبطيء شويه يا جماعه، يمكن الريتم بطيء بتاع الفيديو عشان الناس اللي هي المبتدئين يفهموا، لان الناس بتطلب مني عايز تعرف السلكه دي راحه فين، يعني عايزين تفاصيل اكتر اهو يا جماعه. اشتغل الحمد لله. طبعا هنا انا كده قطع الصوت، بس هوريكم الصوت دلوقتي بعد قليل يعني اهو، وهنسمع الصوت مع بعض.
المدير الايمن اللي قلنا عصر شغال هو الحمد لله ومية مية اهو. اهو يا جماعة متأكد عليه يعني مش كده ومش ابنه يعني اكتر من نفسها شغال اهو. يبقى هي ازاي انانية يا همامها ابنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.